عملت معاكوا قبل كده شاورمة اللحمة والفراخ، بس مش لازم دايما الشاورما تكون لحوم وبس. لو ما جربتوش قبل كده شاورمة البتنجان يبقى لازم تجربوها، اقتصادية جدا ومغذية، كلها فوائد، ده غير ان طعمها حلو قوي وخفيفة، تحسوا كده انكم بتاكلوا حاجة صحية وفي نفس الوقت طعمها حلو. والاحلى من كل ده انها هتكون جاهزة في 10 دقايق بس. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. بس لو اول مرة تشوفوا فيديو ليا، انا شيماء زكريا، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصل لكم كل وصفاتي اول لما انزلها، واعملوا لايك على الفيديو ده. ويلا نبدأ. في طاسة على النار حطيت شوية زيت زيتون، تقدروا تستخدموا زيت عادي لو حابين. هنزل عليه بشرايح بتنجان، انا جبت 3 بتنجانات وسط غسلتهم كويس وشلت الراس بتاعتهم وقطعتهم لحلقات، وبعد كده كل دايرة قطعتها شرايح بالطول فبقت بالشكل ده. هنقلب شوية كده والنار ما تكونش عالية قوي، نخليها وسط. نزلت بعد كده بالتوابل مع الملح، ضفت على الكمية دي معلقة صغيرة من توابل اللحمة، ممكن تستخدموا التوابل بتاعت الشاورما اللي بتكون جاهزة دي، او ممكن تحطوا 7 بهارات كمان. وطبعا ما نقدرش نعمل بتنجان من غير الكمون، فهنضيف 1/2 معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وضيفوا الملح حسب ذوقكم. قلبت كله سوا وهسيب البتنجان يدبل شوية. بعد كذا دقيقة عملت حفرة في النص كده ونزلت فيها بنص معلقة كبيرة ثوم وقلبتها كده شوية، وبعدين هقلبها مع البتنجان. لو مش بتحبوا تحسوا بطعم الثوم قوي تقدروا تضيفوا ثوم بودرة. نزلت بعد كده بمعلقة كبيرة من الخل وقلبت، وهسيب كل ده يستوي كذا دقيقة، وأفضل أقلب لحد ما خلاص أحس إن البتنجان طري وناقص عليه 2 دقيقة ويكون تمام. هننزل وقتها بشرايح بصل، دي بصلاية وسط قطعتها شرايح وقلبتها مع البتنجان. وبعد دقيقة كده نزلت كمان بطماطم مكعبات وشرايح فلفل رومي، ممكن تضيفوا فلفل حامي لو بتحبوا الأكل يكون حراق. كل الخضار اللي بنضيفه ده بيدي قيمة غذائية أكتر للوصفة، والمفروض برضو تضيفوا شوية بقدونس متقطعين بس ما كانش عندي فاستغنيت عنه. الخطوة دي بقى اختياري، انا جبت فحماية حطيتها في النص وهفحم الشاورما بتاعتي، بس عادي ممكن ما تعملوش الخطوة دي. بعد ما فحمتها وخلاص هطفي النار، ضفت عليها في الاخر شوية من سلطة الطحينة كنت عملتها. مكوناتها بتكون طحينة على عصرة ليمون وفص ثوم مفروم ومعلقة من الخل وشوية ملح وشوية كمون، وبعد كده بنخفف كل ده بمية. قلبت في الاخر كل مع بعضه ونعمل بقى السندوتشات بتاعتنا. تقدروا تعملوها في عشامي او في كايزر او حتى بالعيش البلدي بتاعنا، كلوها زي ما تحبوا. وصفة سهلة وبسيطة مش بتاخد اي وقت، والاهم من كل ده ان طعمها حلو جدا. هستناكم تجربوها وتقولولي رأيكم، وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا شير عشان توصل لعدد كبير من الناس، واشوفكم على خير في حلقة جديدة.